السياحه الى موسم 2022 بلغ 80 مليار درهم. صادرات السيارات اليوم فاقت 100 مليار درهم وهي سابقه، وفاقت ايضا صادرات الفوسفات. هناك مؤشرات ايجابيه لدى المغرب، ولكن مع الاسف لا نستطيع يعني المضي قدما نحو عجله النمو، وبالتالي تحقيق المحاور الاساسيه التي تحدث عليها يعني النموذج التنموي الجديد. والامر يتعلق اساسا، وهذا محور يتعلق ب يعني حلقه اليوم، نجاعه استثماريه. اليوم رئيس الحكومه عندما يتحدث عن غلاف مالي يناهز 300 مليار درهم، اين الاستثمار في العامل البشري؟ واين مردوديه الاستثمار؟ اليوم الاستثمارات اساسا، هناك استثمارات في البنيه التحتيه، هناك استثمارات في قطاع الصحه، هناك رغبه معلنه عنها في الاستثمار في العامل الاجتماعي، ولكن عندما نرى على الملموس على ارض الواقع نسبه البطاله مرتفعه جدا تفوق 12%، المقاولات الصغيره المتوسطه في حاله ماليه مزريه، رقم عدد مؤشر افلاس المقاولات ارتفع كما قال الاستاذ اليوم حتى 12000 عوض 10000، علما ان هذا المؤشر لا ياخذ بعين الاعتبار المقاولات الاقتصاديه الصغيره والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئه التي ليس لها صبغه قانونيه. اذا هذه اشكالات كبرى ترتبط بنجاعه الاستثمار بفعاليه الاستثمار، لان اليوم نحتاج الى استثمار منتج يستثمر في الموارد البشريه، يسمح بتحقيق نقاط نمو مهمه بدون لجوء الى القيمه المضافه الفلاحيه المباشره التي تربط بالتساقطات. وبالتالي اليوم نتحدث عن الصراع الفلاحيه المتطوره المعقلنه التي يعني تستعمل تقنيات ري حديثه جدا لا ترتبط بالتساقطات، وهذا الامر يجب ان يخص مجموعه من التعاونيات والمقاولات الفلاحيه والمقاولات الصغيره، وهذا يتعلق بطبيعه الحال بضروره الاستثمار في هذه سلاسل الانتاج الفلاحيه عبر استثمار منتج. بدون استثمار منتج سيدتي سيكون لنا قوانين، وسنبسط يعني المساطر الرقميه، وسنوفر التمويلات. اذا لم تكن هناك استثمارات ناجعه تخص الصناعه الفلاحيه وتخص الصناعه الغذائيه والنسيج المقاولات المغربي، فمع الاسف المؤشرات الاقتصاديه ستتحسن من جهه وستتدهور من جهه اخرى، وسنبقى في تخبطات. والمغرب مع الاسف لن يستطيع يعني ولوج نادي البلدان النامية. شكرا.